احنا شوف المشكله اخوي جمال، اول شيء بموضوع الاتصالات ترى احنا نفتح حق الكل، دائما نحط الارقام واللي بيتصل حياه الله، اذا هم اللي يعني يتصلون هم نفسهم، يعني شو سووا بعد؟ هم الاشخاص نفسهم، هم اللي تفضلت وذكرتهم، هم نفسهم، هذول هم اللي قاعد يتصلون فينا ونتشرف فيهم. احنا صعب ان نتصل على ناس يقولون تعالوا اتصلوا فينا، هذه الارقام موجوده اللي بيتصل حياه الله، تكرروا حياهم الله والساعه المباركه ونتشرف فيهم. بالنسبه للدوري الخليجي والله احنا الدوري السعودي لان في ناس متابعين له، اكون صريح وياك، لكن صعب يعني ما عندنا ناس او محللين او شباب متابعين الدوري القطري، متابعين الدوري الاماراتي، اكون صريح وياك، لكن الدوري السعودي بحكم في لاعبين كويتيين فيه، بحكم انهم ايضا بعض الاخوان متابعين للفرق السعوديه، بعض الفرق السعوديه فتلقاهم متابعين للدوري السعودي. بحكم ان الدوري الاقوى الواقع. يعني احنا انا ترى ابو سالم ذاك اليوم قال كلمه حلوه، قال احنا في السابق. لا مو الاقوى، لا لا مو الاقوى، احنا راينا رايك إيه؟ لا تقول عشان الاقوى، لا مو عشان الاقوى، لا لا مو عشان في السابق كانوا يتابعون الدوري الكويتي لانه كان اقوى، الكل كان عجبني راي ابو سالم ذاك اليوم، اليوم الدوري السعودي هو الاقوى. لا لا مو الاقوى، لا بدون نقاش، لا لا مو الاقوى خليجيا عربيا، لا 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 في الاماراتي دوري قوي، انا قاعد اشوف الان بعد ما تشفر. اي والله حلو الدوري الاماراتي، حلو اي اقوى من الدوري السعودي. ايش رايك انت؟ واحد اقوى من الدوري السعودي، انت واحد. لا لا في وايد، انا الحين لما واشكر طبعا معالي امير سمو الامير في دوله الامارات الشيخ خليفه بن زايد الله يطول في عمره ويعطي الصحه والعافيه، قراره صراحه انصفنا احنا يعني كمتابعين للدوري الاماراتي. الدوري الاماراتي اي والله، يعني الان على الاقل نتابع مباريات، نشوف العين، نشوف الجزيره، نشوف الان الشارجه صراحه، وتحيه لحاكم الشارجه صراحه باهتمامه. يعني يا جماعه شوف لما يكون يعني المسؤول عن الدوله والبلد يعني يتابع الرياضه ويتابع ناديك، دعم كبير لفريق الشارجه. شفنا اليوم نادي الشارجه قاعد يتصدر الدوري الاماراتي بدعم من حاكم بإدارة الشارجه، من المدرب عبد العزيز العنبري. اي وان شاء الله لاعب السابق، لاعب الشارجه. اي عموما اروح حق حسن، مو استنقاص من احد الله يشهد، بس هذا رايي. هذا رايك واحد اثنين هم. انا لو في احد من الاخوان يتابع الدوري الاماراتي والله نناقش الدوري خلاص تابع، جزاك الله خير.